اكيد لي الشرف انكم تواجدوا هنايا وفرحانه لانه في مدينه طنجه اللي محببه لقلبي من المدن اللي كنبغيهم بزاف في المغرب وكنتمنى دوز حفله زوينه ويفرحوا معنا الناس كاملين. اول حاجه انا جدا فخوره انني شاركت افتتحت بالنشيد الوطني شان. وبالنسبه للانتقادات يمكن الناس ما عارفينش بزاف ديال الكواليس، فما دخلت لا في اطلاله ولا في شي حاجه، كان واحد الكونسيبت دايرينه المنظمين ما يمكنش لك تغيريه لانك اعتبرها مهمه وطنيه، وكان ليا كامل الفخر والشرف انني نشارك فيها. وكنظن انه كوني عارف وكان عارفوا الكواليس كما هي ما كانوش ينتقدوا. لا ابدا، انا تسولت بارك الله زوينه ما شاء الله، ما نقدرش انا نحكم صراحه، خص الناس يقولوا لي واش كتشبه لي ولا لا. ان شاء الله العمل الرمضاني غيكون سلسله ديال 30 حلقه كوميديا على دراما على بزاف ديال الاحداث، غتكون ان شاء الله شي حاجه جديده وغتكون بطوله مشتركه وكنتمنى ان شاء الله تعجب الناس. كاين دريس ومهدي هما اللي غيكونوا ان شاء الله.